احنا مادام في ظروف استثنائيه صعيبه برشا، رمضان السنه باش يكون مختلف على السنين اللي تعداو، قاعدين نواجهوا فيه وباء عالمي، درجه العدوى والاصابات قاعده تزيد بشكل كبير، خصوصا وقت اللي دخلت السلاله البريطانيه واللي هي تهدد بنسبه كبيره الصغيرات. مادام وانت مخرجه ولدك معاك، والله خايف عليه، اما هو كان عند الطبيب ديجا كهو هذاك هو معناتها يلزم يمشي للطبيب، معناتها حتى باش يبقى في الدار حكايه فارغه، دونك يلزم ينهزوا للطبيب وكهو بالصفه عليا يلزم ينهزوا للطبيب، فهمت كيفاه؟ تقريبا 100 شخص كل يوم يموتوا وانت مادام تدور بلا بافيت. كنت لابستها ونحيتها في وسط الاكتظاظ. شو نعمل، هذاك هو تونس معناتها من الصباح من ريتم انا من 6 ونص بريسك 7 نتاع الصباح والعباد هكايا معناتها كهو يلزمك هكاكا معناتها ما فماش حاجه اخرى لازمك تعملها. خايفة على روحك؟ خايفة على روحي وخايفة على ولدي وخايفة على امي وعلى اخواتي وعلى الناس الكل، ما كهو ظروف انك انت لازمك تخرج لبرا، ما فماش ما تنجمش تبقى في الدار، زاد ولدي مرض معناتها عنده مثلا تو هذا معناتها ثالث رونديفو ونفلتهولو، فهمتني كيفاه؟ ماكش خايفة عليها؟ لا خايفة عليها، هكا عاملت لها بافيت ولابسة انا زوز بافاتات. هاكا يبدا شويه هو تهبط تنسم شويه تقرب الاكتظاظ تلبس وربي معانا وكهو باش نقفوا. الاجراءات نتاع الدوله تقول انه الوليدات يقعدوا في الدار وعطاتهم عطله. أي. انت جايبتها للسوق معاك؟ والله يا حاجه اوبليغاتوار هذيا، حاجه هبطنا عليها هاكا ماخذه انا، عملت لها الاحتياطات اللازمه وربي يستر الجميع. منو تجي للسوق اوبليغاتوار؟ اي الصغار ما يخرجوش، قاعدين في الدار كل باش نحميهم هما، خاطر الفيروس ولا يضرب الصغار والكبار كيف كيف. انا واحده من الناس قلت لك 15 جور قاعده في الدار ما خرجتش، خرجت اليوم غلطه بالحق جبتهم الله غالبك، تعرف عيد لازم تاخذ، اما ابار سا لازم بالحق نحترموا الناس الكل. برشا ناس قالوا لي نفس الاجابه نتاعك، يقول لك لازم تاخذ كسوه العيد. مادام في الوضعيه هذه اما ابجل كسوه العيد ولا انك تحافظ على صغيراتك؟ هو الابجل اني نحافظ على صغيري سيفري، راهو ايش نقول لك لا تعوض لي كسوه عيد لا يعوض حتى شيء، راهو الفيروس وقت باش يضرب. انا واحده من الناس اليوم نقرا في القران ما نكذبش عليك، خايفه على الاخر بافيت والجيل وتروح دول تولد دوشلهم، ربي يستر ويقدر الخير، سيرتو توا ماك ترى البرازيل والهند شنو قاعد ساي. تونس احنا اللي عندنا الامكانيات ان شاء الله ربي يقولوا يبقى علينا الستر، اما لازمنا نكونوا واعيين. انا حسب ما سمعت اليوم اللي 15 جور اللي جايين الفيروس حاضر باش ينتشر اكثر، هيك علاش نزرب باش نروح. الوضعيه الوبائيه في بلادنا ماشيه وتتطور للاسف، نحكيو على 100 تقريبا شخص قاعدين يموتوا كل يوم، رغم اللي ما بين الاجراءات اللي خذتها الدوله انه اعطات عطله للصغيرات باش يقعدوا في ديارهم، الا انه واحنا نشوفوا هكا مع بعضنا في الشوارع معبيه بالعباد الكبار، وفي نفس الوقت كل امراه جايبه اولادها تحوس بهم في الاسواق وتدور بهم، شنو رايك مدام؟ والله ايش باش نقول لك؟ توا بالنسبة للحكاية هذه توا تحكي فيها، العباد فدت قلقت وليت أنا واحدة من الناس، العباد وليت تتمنى في الموت، على خاطر العباد وصلوا للنهاية، عباد شيخة وشادة الكراسي وعباد متفرهدة وعباد تاكل في الصباطة هكاكا، تولي تتلز باش تخرج اللي تفرهد الصغيرات تقول لك فيها جات فيها مشات. خلينا احنا نتفاهموا في حاجة، احنا مؤمنين ما نتمناوش الموت. نعرف مؤمنين والأمان بالله. اما رانا قلوبنا طابت، رانا عيينا وفدينا وقلوبنا طابت. هي تو الكورونا من عام نيول مش من تو. بلي هما تو كيخموا في الصغيرات هما خموا فينا في التلقيح من عام نيول، ما وصلناش التلقيح والفاكسانات والدواء ليلى محمد رسول الله. معناها يخموا في الصغار، اوكي بهم من حقهم مش يخموا في الصغار، اشبيه ما خموش هنا نحن نركبوا في المترو كسردينا. وضع كارثي بطبيعته، ناس صبرت ما عادش فما معناها شنو يعملوا بالضبط، مش فاهمين اصلا شنو باش يعملوا. تو انا مثلا نخرج معايا اختي بولدها ولا صغيره نخليها في الدار شنو نعمل؟ معناها واحد مش فاهم شنو يعمل بالضبط. لازم يخرج مع صغيره، الدوله هي المسؤوله على المواطن. الدوله هي المسؤوله على اي شخص يمشي على هذا الارض. حتى وعي المواطن يظهر لي مطلوب. يا احنا هاي البافيت قداش باش نلبسها من ساعه؟ انا تو اليوم مثلا من 6 نتاع الصباح لابسها، قداش من ساعه باش نلبسها؟ 6 سوايع 8 سوايع خدمه دار برا وين في القهوه وين؟ مسيو انت تعمل في هذا الكل من اجل انك تحافظ على صحتك. اي بيان سير نحافظ على صحتي الى متى؟
كل يوم في الليل في الصباح في السحور في الوقت. ديني هز علينا ربي هالوباء. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ميرسي. اي انت راك تلبس في البافيت مش للدوله. هي بالطبيعه لروحي. هي سي بون ساعه على ساعه واحد كره روح. كيما تعرف توا بيريود عيد معناها يعبد صغار باش يكساهم ويخرجهم يدورهم وسط البلاد من ستريس والضغط اللي عايشينه الصغار كيما الكبار توا. اي احنا مش في وضعيه عاديه. عارفين الوضعية ماهيش عادية، هي الوضعية بطبيعتها ماهيش عادية، هي البلاد بكلها ماهيش عادية كيما ترى، أما هذيك العقلية نتاع تونسي ماهيش تبدل، هذيك هي عقلته، ديما هكا تونسي ديما ضد، ديما ضد الحاجة الصحيحة. أما هذا وباء باش يضر صحتنا. عارفين وباء أخي، الناس مش عارفة وباء، هاي تشوف فيها ما فماش عائلة ما فماش واحد ما فيهاش مريض تو، يمكن بريسك يمكن عائلات الكل فيها واحد مريض ولا واحد مات. هما لا حياة لمن تنادي، بما أن جربت العباد قبل الحجر الصحي الشامل وما فماش نتيجة، معناها عباد اشتراها كم معناها ضاعت، فما ناس تخدم نهار ونهار وما لقاوش رواحهم، فما برشا تشكيات معناها ما تنجمش تسكرها البلاد. وعلاش تو الصغار؟ خاطر الصغير يلزم يخرجوا الولي نتاعو باش ياخذ له دبشته، حوايج ويلزم ياخذهم الولي نتاعو، يهزوهم هكا باش فهمتي ثم اختيار. هو هذيك ناخذ له تو مثلا مش ناخذ له حاجه ما تعجبوش، يلزم نخرج ولدي معايا ولا بنتي. فهمت؟ في الظرف هذايا نحن ربي يخف علينا الوباء هذايا، لازم مش تلقي حركيه، ولازم مش تلقي فهمتي الصغار تتحرك. فهمت؟ صعيب ياسر مش تخلي صغيرك وتشري له على كيفك انت. اي بس احنا نعيش في ظروف استثنائيه معناها مش كيما كل عام. عارفين الناس الكل تعرف الشيء هذايا، لكن ثم شويه الناس كيما يقولوا فيها حاطتها عند ربي سبحانه وتعالى، فهمتي؟ خاصة تو نحن في شهر فهمتي رمضان المبارك، فهمتي؟ إن شاء الله مبروك علينا وإن شاء الله عيد مبروك على المسلمين الكل، فهمتي؟ لازم تلقي الحركية هذه، وخاصة في النصف الثاني من شهر رمضان. أنا واحدة من الناس عندي السكر ونزرق في الأنسولين. مادام أنت عندك مرض مزمن وتدور في الشارع؟ عندي فديت، قلقت، عييت، صغار بطالة قاعدة في الدار. عليه انا عندي طفل اش 30 سنه وهو بطال قاعد في الدار، عندي الوليد اش 20 سنه وهو بطال في الدار. اي مادام كي تخرج في وضعيه كيما هكا انت باش تصلح بحاجه؟ لا نحس روحي الاخر نتفرهد شويه، كي راهم هكاك انا حزينه ونزيد نحزن عليهم، عليه هكايا؟ عليه يا رسول الله؟ الاخر حتى اللي تمشي وتشكي له يقول لك لك ربي. توا هك تغزر لهم ورمضان وعباد قاعده في الدار، واحد سيجار وما يلقاش باش يشريه، حتى من الحرام حرام، خبزه كيف كيف، والله يا بكو الحليب العبد يقعد يتقنزح عليه باش يشريه. نحكيو على السلاله البريطانيه اللي دخلت وتهدد اكثر فئه هما الصغار. صحيح كلامك، لكن بالنسبه للاولياء عندهم يلزم يخرج صغير. ما يهموش السلالة البريطانية، برازيلية، نعطيك أي فهمتي شو اسمه هندية، الصغار يلزم يخرجوا ويلزم يتنفسوا ويلزم يعملوا، خاطر العباد فدت برشا، فدت برشا بقطع النظر على يعني الأجراءات وكذا، وخاصة نحن تو في النصف الثاني من شهر رمضان، يلزم الحركية هذه، لازم الحركية هذه لازم. بالتحاولي انت مش تعملي لها فهمتي كامور تنظيميه وكذا كدوله ما تنجميش مش تحصره، مواطن ما يتحصر هو عم نول ما كشفتي كيفاش فهمتي في البدايه نتاع الجائحه فهمتي ما كشفتي يعني في النهارات الاخرانيه كيفاش وصلتك المونفمون الموجود في قلب العاصمه. اما خير شويه ضغط نفسي ونتحملوه الناس الكل ونتعدوا البر الامان باقل الاضرار، ولا بسم الله عليك وعلينا نخسروا مثلا شخص عزيز علينا؟ إيه هو كل شيء مشيئة الله، أو شخص عزيز علينا مشيئة الله سبحانه وتعالى. هو كل عام توقع الوفيات، راهي ماهيش حاجة جديدة، ماهيش حاجة جديدة، لكن ثم الجائحة هذه هي فهمتي الزات أكثر فهمتي، والمواطن ما عادش نقول لك يعني جائحة جت طولت برشا فهمتي، إن شاء الله ربي يخفف علينا، طولت برشا على المواطن. مواطنك عاد ديما مسكين محصور كذا، سواء في رزق وسواء في يخرج يتنفس كيما هيك، وصغيرات انت ذكرتي في الاول في بدايه حديثك، نحن في عطله والعطله موالفين صغيرات ما يتفرهدوا فيها. خلينا نفسر لك النقطه هذه، العطله راه معطاوها للصغيرات باش ينقصوا الضغط. ثبت باش ينقصوا الضغط. باش ينقصوا الضغط معناها موفمون تخرج الناس باش تخرج العباد. فهمتي؟ لكن انا قلت لك ثم وعي، الوعي ناقص بكل صراحه فهمتي، الوعي ناقص. ثم المفروض انت مثلا عندك صغير عندك زوز كذا فهمتني تخرجوا حيد،
خرجوا حي، ما تخرجهمش تو هنا نشوفوا فيهم نحن في قلب العاصمة بالأربعة بالخمسة تو، فهمتي؟ عائلة كاملة تخرج، وأنت كان تشوفي تو بالرغم محسوبة في النهار هاي مسيبة، في الليل أنت ما هي العشرة نتاع الليل ولا؟ العشرة إيجي شوفي أنت تسعة نتاع الليل كيفاش العائلات؟ إيه يعني لهنا المواطن يلعب دور بكل صراحة.